السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا متتبعي قناة أجين فمواصح، اليوم إن شاء الله تعالى غادي نتلاقاو باش نناقشوا بعض النقاط اللي كتهم مسألة اعتراف أو إنكار بعض المشتبه فيهم بخصوص الأفعال اللي كيكونوا ارتكبوها من قبل، كما أننا إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا بعض نقاط الخلل اللي كتخلل عملية التحقيق أو المقابلة، وشنو هي الظروف اللي خاصة توفر باش عملية الاستجواب أو المقابلة تدوز في أحسن الظروف، وفي نفس الوقت المحقق يتوصل للنتائج الصحيحة اللي كتعلق بظروف ارتكاب اي فعل كيجرم القانون وكيعاقب عليه. عزيزي عزيزتي متتبعي قناه اجين فمواصح، الا كانت هذه اول مره كتشرفنا وتشوف فيها هذا الفيديو، فخاصك تكون على علم باللي كاينين فيديوهات اخرى ما كتقلش الاهميه ديالهم في القناه. لذا كنطلب منك عزيزي عزيزتي باش تسجلوا في القناه، وعلاش لا لما تشاركوهاش مع اي واحد كتشوفوا فيه باللي غادي يستفد منها، فالدال على الخير كفاعله. على بركه الله. أجين فهموها صح. الكذوب والاعتماد على الإنكار كيبقى تصرف يومي في حياة الكثير منا. البعض منا كيلقى بلي الكذوب أسهل من قول الحقيقة، والأكاذيب والإنكار كتنوع في خطورتها من الكذبة البيضاء للكذبة الخطيرة أو الكبيرة. في العادة كيكون الإنكار هو محاولة من الشخص المذنب باش يحمي خداعه من أنه يتكتشف من طرف شخص آخر، على الرغم من وجود أشكال أخرى من الإنكار. إلا أننا في هذا الفيديو غادي نركزوا إن شاء الله تعالى على الإنكار اللي كيتستخدم لحماية الخداع. بالنسبه لكم اعزائنا اللي مازال ما شافش الفيديو اللي كيتعلق بالاعتراف والانكار، ففي هذه اللحظه غادي يبان لكم العنوان ديالو في اعلى الشاشه، فما عليكم الا تزوروا وتطلعوا بشكل مفصل على التقنيه اللي كيتم استعمالها في التحقيق باستجواب المشتبه فيه بجريمه قتل من قبل الشرطه بمسرح الجريمه. في الاساس كنلقاو بلي الفرد كيستخدم الانكار على شكل سلوك باش يدافع على راسو او لا يتجنب شي موقف او اتهام معين. من الطفوله ديالنا تعلمنا بلي الاعتراف بالخطا كيؤدي على العموم العواقب اللي ما كتكونش ساره. أغلبية الأطفال كيتعلموا بيسر وسهولة بأنهم إلى اعترفوا بالضرر للحق بأي أتة منزلي تسببوا في الكسر ديالو على سبيل المثال، فهذا غادي تكون النتيجة ديالو تعريضهم للعقوبة. ومن بعد وقوع عدة حالات تعلم الطفل ينكر تورطه باش يتجنب العواقب اللي ما كتكونش سارة. هذه عقوبة أو العواقب تقدر تكون على أقل تقدير، مثلا غضب واحد من الوالدين أو التسبب في ألم لشخص آخر من خلال قول الحقيقة. وغالبا ما كيكون هذا الطرف الآخر الأخ اللي تسبب في الخسارة على سبيل المثال، لأنه هو اللي غادي يتعرض العقوبة. المجتمع كيرفض أخلاقيا الكذوب، لكن هذا الإنكار كيتعارض مع التصور الشخصي لمعظمنا الإيجابية الكذوب في تجنب العواقب، كما أن رغبة الفرد أو هذا التصور الشخصي كيتعارض بدوره مع الأخلاقيات الدينية والأسرية والمجتمعية، الشيء اللي كيفرض علينا نقولوا الحقيقة على الرغم من التبعات ديالها. من ناحية أخرى والدينا والمعلمين والأساتذة ديالنا كيشجعونا على قول الحقيقة وعلى السلوك الأخلاقي المناسب، ولكن من ناحية أخرى كيعاقبوا الطفل ملي كيكتشفوا باللي صدر عليه شي سلوك غير لائق. هنا كتولي القدره ديال الفرد من عدمه بخصوص التوفيق بين قول الحقيقه والسلوك الاخلاقي المناسب، الشيء اللي كيؤدي به لحاله ذهنيه اللي كتسمى بالتنافر. علماء النفس كيستخدموا هذه الكلمه باش يوصفوا حاله نفسيه اللي خلالها العقل كيكون في ارهاق وماشي متزن. هذا الضغط كيتم اختلاقه خلال محاوله معرفه اشنو هو الصواب في مواجهه محاوله الخداع، الشيء اللي كينتهك قواعد المجتمع الاخلاقيه. الضغط العاطفي اللي كينتج على هذه الاراء او التصورات اللي كتكون متناقضه هو الشعور بالذنب. بعض الاحيان كيتغى الشعور بالذنب لدرجه انه وحده كيكون كافي باش يتغلب على خوف الفرد من العواقب. ملي كيبداو الناس في الكذوب فهما كيدركوا بانهم في بعض الاحيان يقدروا ينجحوا في خداع الاشخاص الاخرين، وبالتالي فنجاحنا في الكذوب كيصبح سلوك مكتسب، وغالبا كنستخدموه باش نتغلبوا على المواقف الخطيره. دغيا كيدرك الكذاب الناجح بلي هذا الخداع الا تم بنجاح غادي يمكنه من الهدف ديالو. الاكاذيب كترتبط بشكل تدريجي باشكال خبيثه بحال السرقه او القتل او اي فعل اخر. ومع ذلك فالكذوب على الناس الاخرين عنده تاثير على الشخص. اولا كيكتشف الكذاب الناجح بلي الكذوب اسهل، وكيبدأ تظن بان كذوبه ما كيتسببو الا في اضرار قليله للاخرين. ثانيا كيتغير تصور الكذاب لانعدام امكانيه التلقى عليه القبض. الشخص اللي تعود على الكذوب كيولي عنده اعتقاد وايمان باللي يقدر يكتشف اي واحد كذب عليه من الناس الاخرين. هذا التغيير في الادراك كيزعزع يقينه وكيصبح اكثر عرضه للكذوب. كيعتقد الشخص الكذاب باللي الكذوب بانتظام غادي يقلل من فرص الامساك به، على الرغم من ان هذا الشيء ماشي صحيح تماما، الا ان عدد كبير من الناس باقي عندهم هذه النظره تجاه الكذوب. والتاثير الثالث اللي كيحدثوا الكذوب على الكذابه هو اعتقادهم باسبابهم الخاصه او الدوافع اللي كتخليهم يرتكبوا الجريمه موضوع التحقيق.
فالمجتمع فيه كيعتقد بلي القتل او السطو مبرر بسبب اي حجة اللي ديما كتكون عندهم متغيرة، وبالتالي فكيعتمد قرار الكذوب على تقييم الناس في الجماعة البشرية حول ما اذا كانت فوائد او ايجابيات قول الحقيقة كتفوق عواقب وسلبيات الاعتراف. كينتمي الخوف من عواقب فعل المجتمع فيه عموما لواحد من المجالات الخمسة اللي هي: اولا الخوف من المتابعة، ثانيا الخوف من الطرد، ثالثا الخوف من الاحراج، رابعا الخوف من المواجهة، خامسا الخوف على سلامته الجسدية او سلامة الاخرين. عملية التفكير التالية كتوضح تطور الانكار عند المجتمع فيه على الشكل التالي: الخوف من العواقب اللي كيؤدي للخوف من الاعتراف، وبناء عليه كيتاخذ المجتمع فيه موقف دفاعي على طريق الانكار. غالبا ما كيقرروا الشباب استخدام معامل المتعة الكويفيسيون دو بليزير او مقدار المتعة اللي غادي يحصلوا عليها من بعد القيام بشي فعل، وكيقدروا المتاعب اللي غادي يواجهوها اذا تم اكتشافهم. اذا كان مقدار الترفيه او المتعة اكثر من مقدار المتاعب، فهنا غادي يكون من السهل عليهم اتخاذ القرار، وفي حالة الى تم تقليل احتمالية الاكتشاف للحد الادنى فغادي تكون فورية الترفيه اكبر من الاكتشاف، الشيء اللي غادي يخليهم يختاروا باش يتبعوا المسار الخطأ. الاطفال الصغار ما عندهمش هذا التعقيد، وغالبا ما كيفكروش حتى في إمكانية حدوث اي عاقبة. ملي كينجو الناس كتلعب العواقب او التصورات الخاصة بها دور كبير في عملية صنع القرار. بصفة عامة كنلقاو عندنا ثلاثة ديال المجتمع فيهم، واللي هما على الشكل التالي: النوع الاول المجتمع فيه اللي كيساوي العواقب والفوائد، هذا الصنف بشكل عام كياخذ الطريق الاقل مقاومة وما كيعترفش. النوع الثاني المجتمع فيه اللي كيعتقد بلي العواقب اخطر من فوائد الاعتراف، هذا الصنف ما كيعترفش هو الاخر. النوع الثالث المجتمع فيه اللي كيفهم بلي فائدة الاعتراف اكبر من العواقب، هذا الصنف هو اللي ساهل الاعتراف. عند اتخاذ قرار الانكار كيقوم الشخص بقياس العواقب على نفسه وعلى الاخرين بالمقارنة مع الفوائد، وتقدر هذه الفوائد ما تكونش بالضرورة حقيقية او ملموسة، تقدر تكون ببساطة كتمثل في تصور الفرد في الكيفية او الصورة اللي غادي يشوفوه فيها الناس الاخرين. يقدر ما يكونش الاعتقاد باللي الاخرين غادي يشوفوا فيه بشكل ايجابي، ومع ذلك يقدر يتغلب على خوفه من كل احراج. لهذا فقرار الاعتراف كيتم تحديده الى حد كبير من خلال الفوائد اللي كيقتنع بها الفرد، يعني كيتم تحديدها من خلال المصالح اللي كيشوفها الشخص. الانكار كيحدث يوميا في حياة كل منا بشكل اخفاء او التحريف او التقليل او التجنب او المبالغة او التزييف. المحققون الجنائيون كيواجهوا احتمال الانكار في كل المقابلات والاستجوابات اللي كيقوموا بها بشكل يومي. خلال المقابلة كيتعين على المحقق باش يتغلب على مقاومة الشاهد في اعطاء المعلومات، لان مقاومة الشاهد او الضحية في اعطاء المعلومات هي نتيجة ادراكه وفهمه العواقب ديال التعاون، واللي تقدر تكون عبارة على انتقام من الجاني او اجباره على الادلاء بشهادته في المحكمة، الامر اللي غادي يستغرق وقت كبير واللي غادي يقضيه بعيد على خدمته والاسرة دياله، وغادي يتسبب في احراجه او يجعل منه مخبر، يعني كيف كنقولوا في الدارجة المغربية برقاق. يقدر يكون واحد من هاد العوامل نتيجة كافية باش تخلي الفرد يقاوم الادلاء باي معلومة. كتشمل فوائد هاد المعادلة المساعدة في القبض على الشخص المسؤول ومعاقبته، واحساس الشخص المتعاون بالقيام بواجبه الوطني والشعور بالاهمية دياله. كيعتمد تصور او فهم العواقب والفوائد على الشخص، ولكن كيمكن نعمموا هاد الفهم او هاد التصور على كل انواع مختلفة من الشهود ومشتبه فيهم، لان لكل شاهد ومشتبه به مجموعة من الاحتياجات الخاصة به واللي تقدر تأثر على مستوى تعاونه. خلال الاستجواب المشتبه فيهم كيشوفوا العواقب بطريقة شخصية اكثر، كيكونوا عارفين باللي الملاحقة القضائية او الاحراج الشخصي او فقدان الوظيفة عندها علاقة مباشرة بمشاركتهم في الموضوع. على الاقل المشتبه فيه يقدر يكون عنده تخوف من سداد او دفع ثمن الاشياء اللي سرق، او يقدر يتعرض للانتقام الجسدي او البدني من الخصوم او الضحايا دياله. حتى ولو انه استوعب هاد العواقب بطريقة شخصية اكثر بكثير من الشاهد، كيتعين عندنا احنا كمحققين جنائيين نبينوا ليه الفوائد اللي تقدر تخليه يتغلب على تصور العواقب. بالنسبة لبعض المشتبه فيه فمجرد تقليل الذنب اللي كيشعروا به نتيجة لتورطهم في الجريمة يقدر يكون كافي لتغلبهم على عملية الانكار. كنلاحظوا في بعض الاحيان باللي بعض الاشخاص كيستسلموا مباشرة بعد اكتشافهم، لانهم بكل بساطة ما كيكونوش قادرين على العيش مع الذنب انهم قتلوا شخص او سرقوا من شخص اخر. البعض من المشتبه فيهم ببساطة ما كيقدروش يتحملوا عاطفيا الثقل الكبير اللي كيتمثلوا الادلة اللي تقدمت لهم وتثبتت تورطهم، لهذا كيعترفوا بكل سهولة. المشتبه فيهم الاخرين كيعتقدوا بلي عندهم امتياز في الطريقة او الصورة اللي كيشوفوهم عليها الناس الاخرين، لانها بالنسبة لهم قادرة باش تحفظ لهم الماء ديال وجههم او كيف كنقولوا دم وجههم مع العائلة والاصدقاء او الزملاء في العمل. هذا التصور في نظرهم كيوفر لهم ما يكفي من الفائدة باش يتغلبوا على العواقب. لحد الساعة شفنا فقط اسباب الانكار اللي كتكون نتيجة للسلوك المكتسب. الخوف من العواقب كيؤدي لاتخاذ موقف دفاعي من طرف المشتبه فيه، وكيتمثل هذا الموقف الدفاعي
الاجتماعي في كونه انكار التورط، مع ادراك المحققين بلي العواقب يمكن تكون في بعض الاحيان مصدر قلق كبير للمشتبه فيه، فكيتعين عليهم مراعاه وجهه نظره الثلاثه ديال العوامل اللي هي اساسيه واللي يمكن تسبب ليه في الانكار: البيئه، المحقق او المشتبه فيه بنفسه. كيتعين على المحقق باش ياخذ بعين الاعتبار وجهه نظر المشتبه فيه بخصوص سبب انكاره، كما كيتعين عليه ايضا باش ينظر للقيم الاخلاقيه والمعنويه اللي تربى عليها المعني الى بغى يفهم بالتحديد اسباب الانكار عنده، وكيف كيفهم المشتبه فيه العواقب، كما انه يقدر ياثر التحقيق والمحقق والبيئه وكل شخص اخر على احتمال انكار المشتبه فيه. البيئه من المسائل اللي هي مهمه ان المحقق خاصو يعرف باللي البيئه تقدر تلعب دور رئيسي في انكار او مقاومه اعتراف المشتبه فيه، كما ان مجموعه من الاعتبارات البيئيه تقدر تؤدي للتعجيل بانكار المشتبه فيه. الخصوصيه: خلال مناقشه اعداد مقابله او استجواب كتساوى الخصوصيه وتصورات الخصوصيه بتاثيرها العاطفي على المشتبه فيه، فالمشتبه فيه في البيئه اللي كتكون خاليه من الخصوصيه يقدر يشعر بخوف متزايد من الاحراج، الشيء اللي غادي يؤدي به مباشره للانكار. كما ان زياده احتماليه الانكار تقدر تكون في مرحله اختيار الشاهد، مثلا الحاله اللي كيكون الشاهد فيها عنده علاقه عاطفيه مع المشتبه فيه او كتربطوا صداقه او شعور بالثقه فيه، فاحتماليه الانكار هنا كتكون مبنيه على اساس ان الشاهد ما باغيش يعترف بانه انتهك ثقه ليا شخص اخر. الى الضبط عرف وفهم بلي اي شخص كيفضل باش ينظر ليه المجتمع والمعارف ديالو بافضل صوره ممكنه، فهذا غادي يسمح للمحقق باش يتوقع المواقف اللي يقدر يتمسك فيها الشاهد بالانكار بسبب علاقته مع المشتبه فيه. البيئة الداعمة: اختيار البيئة اللي كتدعم المشتبه فيه تقدر تؤدي لزيادة احتمالية انكاره. فهاد المواقف يعني ملي كيكون المشتبه فيه في محيط مألوف وداعم ليه، وبما انه كيشعر بالامان النفسي والقوة، فهاد العامل ما غاديش يخليه يفهم بالشكل الواضح صعوبة الموقف فاش كاين بالتحديد، لانه كلما ارتفع مستوى الراحة كلما زادت احتمالية تجاهل المشتبه فيهم الادلة اللي كتكون ضدهم وكينكروها. كما ان البيئة الداعمة ايضا تقدر تؤدي للانكار، لان المشتبه فيهم كيشوفوا بوضوح تأثير العواقب على حياتهم الطبيعية. زيادة على هذا، في البيئة الداعمة مثلا المنزل أو المكتب كتوفر المشتبه بهم وسائل الإلهاء اليومية اللي يقدر يستخدموها باش يتجنبوا التفكير في الذنب ديالهم. المحققون كيتجنبوا على العموم إجراء مقابلات مع المشتبه فيهم أو استجوابهم في البيئة اللي كتكون داعمة، لكن هذا ما كيحددش في الغالب مع الضحايا أو الشهود. في كثير من الحالات إيجاد بيئة داعمة للضحية أو الشاهد غادي تساعدهم على بناء علاقات أكبر مع المحقق. من الحالات اللي البيئة الداعمة كتكون عندها أهمية خاصة هي وقت إجراء مقابلة مع طفل صغير، فالطفل باش يزودنا بالمعلومات اللي كنبحثوا عليها، من الشروط الأساسية أنه يحس بأمان عاطفي وثقة كبيرة في المحاور اللي كيتواجد معه. بحالة الأشخاص اللي كيكونوا بالغين لكن ما كيحسوش بالأمان بسبب حالة الخوف اللي كيكونوا عليها، ونفس الوضعية بالنسبة للأطفال اللي في الكثير من الأحيان ما كيتعاونوش وكينكروا أي حاجة. فالمحقق اللي كيستخدم البيئة الداعمة في هذه الحالات كيقلل من احتمالية الإنكار وكيساعد الطفل باش يتعاون ويدلي بالأقوال ديالو بكل حرية. تمركز او الوضعية ديال المحقق. اخيرا اللي خاصنا نوضعوه في الحسبان هو موقف او تمركز المحقق فيما كيتعلق بالمكان اللي كيتواجد به الضحية او الشاهد او المشتبه فيه، فكيتعين على المحقق يتجنب المواقف اللي كتزيد من مقاومات او دفاعات الشخص المعني، بحال الوقوف عند راسه او الجلوس بالقرب منه. الافراد كيمتلكوا مناطق او حدود سلوكية بيضاوية الشكل كتحيط باجسادهم وكيتفاعلوا فيها مع الناس الاخرين. المنطقة الحميمة هي المنطقة اللي كتكون اكثر عمق واللي كتكون ما بين 30 حتى 60 سنتيمتر. في داخل هذه المنطقة الأفراد كيسمحوا في العادة للعائلة والأصدقاء المقربين والأطفال الصغار باش يكونوا قرب منهم وكيحسوا أكثر بالراحة معهم. المنطقة الثانية هي المنطقة الاجتماعية واللي كتمتد بشكل عام من 60 حتى 180 سنتيمتر. في هذه المنطقة كتوقع التفاعلات الاجتماعية للفرد مع الناس، وكنلاحظوا باللي هذه هي المسافة اللي كيتلاقى فيها الفرد مع الناس وكيقوم بالمعاملات ديالو وكيتكلم مع الناس الآخرين. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة عامة وكتمتد من 180 حتى 3 ديال الأمتار، فيها كيتفاعل الفرد مع ولكن بدرجه اقل. الدراسات اللي تجرات على المجرمين المعروفين بالعنف بينات باللي مناطقهم الحميمه تقدر توسع لما هو ابعد من المعتاد، وهذا كيفسر سبب ادعاء هاد الاشخاص باللي العنف وقع لان الضحيه ديالو كان واقف في وجهه او كان كيزحمه، ولو ان الشهود اللي حضروا الواقعه والادله كيبينوا عكس كلامهم. الشعور بالضغط الداخلي كيكون كبير بمجرد الوقوف وجه لوجه مع شخص كيف ما كان. كل ما اقترب الفرد من القدام الا وتزاد الضغط والانزعاج اللي كيعاني منه. كيكون هذا الانزعاج واضح بشكل كبير ملي ما كتكون
يكونش اي علاقه شخصيه بين الاشخاص بجوج. ملي كيهاجم محقق شي منطقه شخصيه الضحيه او الشاهد او المشتبه فيه بدون ما يسمح ليه داك الفرد باش يتواجد فيها، فهنا غادي تتم ترجمه ديال داك التصرف لواحد النوع من الانزعاج العاطفي، وهذا يمكن يتسبب في اندفاع الشخص وفي الاخير غادي ينكر وجوده. غالبا ما كيؤدي وقوف المحقق بالقرب من المشتبه فيه او الشاهد او التحرك ديالو بسرعه في الاتجاه ديالو لواحد النوع من النفور، الشيء اللي كيخلي المشتبه فيه يتراجع او كاع يقدر يهرب لمكان بعيد. الضغط العاطفي اللي كينجم على قرب المحققين كيؤدي لشعور المشتبه فيه او الشاهد بالتهديد الجسدي، وهذا التصرف يقدر يؤدي بشكل اكيد لزياده احتماليه الانكار او عدم التعاون بشكل اكبر. نعطيو مثال، عدد فينا في الصغر ديالنا نفرط من الوقوف ديال المعلم جنبه خلال اجتيازنا للامتحانات، وعدد منا اثر ذاك التصرف على النتائج اللي حصل عليها صغره. على سبيل المثال عزيزتي اعزائي متتبعي قناه اجين في مواصح، بالوصول ديالنا لنهايه هذا الجزء من الفيديو نتمنى نكون وصلنا لكم ولو معلومات قليله حول الظروف والبيئه اللي كتخلي اي شخص كيميل للانكار. لكن اللي بغينا نوصلوا لكم اعزائنا باللي ماشي هذا الشيء اللي ذكرناه هو فقط معوقات التحقيق اللي كتقوم بها الجهات المعنيه، وانما كاينه ظروف وعوامل اخرى قررنا نذكروها في الفيديوهات المستقبليه ان شاء الله تعالى، وهذا من باب اننا ما بغيناش في قناتنا تكون الفيديوهات ديالنا طويله وباش من جهه ثانيه ما تكونش ممله. من جهه اخرى عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، اذا كانت هذه اول مره لك كتشوف فيها هذا الفيديو فكنلتمس منكم تسجلوا في قناه اجين في مواصح، لانه بكل بساطه غادي تلقى فيها معلومات اللي كنقولوها ونعاود ناكدوها باللي قناتنا هي القناه الوحيده والمتفرده في العالم العربي اللي كطرح المواضيع ديالها بطريقه سهله وكتسمح بالاستيعاب ديالها من طرف الكل. كما اننا كنذكروا باننا في قناه اجين في مواصح الهم ديالنا هو توصيل المعلومه لاكبر قاعده في المملكه المغربيه، لهذا كيف كنقولوا دائما وابدا وكنصروا على هذا القول هو ان كل جهد كتبذلوا هذه القناه كيبقى شبه منعدم الى ما قمت انت عزيزي المشاهد وانت عزيزتي المشاهده بمشاركه واشراك الفيديوهات اللي كتشوف مع جميع الاصدقاء والمعارف ديالكم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وبهكا كتكون ساهمتي في الرساله الانسانيه ديال قناتنا وقمتي بالتعريف ديالها بين الناس. هذا غادي نقول كل واحد منكم اجي نفهموها صح. سلام.